كثير من أمراض اللثة ترتبط بالتركيبات إن كانت لأسباب طبية أو تجميلية حتى. حديثنا اليوم مع دكتور نبيل الصمادي اختصاصي التركيبات في عيادة ليبرتي لطب الأسنان ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير. بداية يعني إذا كانت اللثة سليمة 100% هل من الضرورة بمكان أنه تركيبات الأسنان تؤثر عليها سلبا؟ لا، هلا تركيبات الأسنان هي سبب من مشاكل اللثة، بس إذا اللثة سليمة والتركيبة سليمة خلاص معادلة صحيحة، يعني ما فيش عندنا مشكلة. يعني إذا حط التركيبة سليمة على لثة سليمة هيك ما عندنا مشكلة. تقصد يعني إذا كان التركيب خطأ بالضبط هذا ممكن يعمل مشكلة في لثة سليمة بالضبط. أيوه. طيب إيش المشاكل اللي ممكن يعني تسببها التركيبات في اللثة إذا افترضنا أنها كانت بالأساس سليمة؟ هلا تركيبات الاسنان كثير تطورت خلال الفتره الماضيه، لانه من اكثر الاشياء الشائعه بين المرضى، يعني أي. ما فيش عياده اسنان او مريض الا ما تعرض لمرحله انه يحط تركيبات اسنان. كل التطور هذا عشان يقلل السايد افكت تبعها مثل ما قلنا اضرارها. هلا من اضرارها طبعا انه تترك فراغات بين الاسنان تسبب الى تجمع اكل، هذا اللي بعد شوي بيعمل بوكيت او جيب في الاسنان. نزيف اللثه سبب برائحه كريهه، الم لما توصل مرحلة ألم، وفي يعني إذا تطور الموضوع كثير ممكن يصير لوز في السن، يعني السن نفسه يكون ضعيف. أيوه. فهي بتبدأ بس من أعراض بسيطة من رائحة أو شعور مزعج مع الأكل، إنه مكان يجمع أكل بعد صعب التنظيف، لغاية ما يتطور لموضوع مؤذي. أيوه. طب بهيك حالة دكتور، يعني إذا هالتركيبات أثرت سلبا باللثة السليمة، الحل إنه يشيل التركيبات ولا لا؟ في حل في حيث إنه يبقي التركيبات ولكن تعالج اللثة. هلا إحنا دائما بنرجع لسبب المشكلة. هل هذا المشكلة في سبب في الديزاين تبع التركيبة ولا في مرض في اللثة نفسه سبب هالموضوع؟ حسب وين المشكلة. إذا كانت المشكلة في التركيبة لازم نغير التركيب. أيوه. طبعا اعتمادا على نوع التركيب الموجود اكيد، يعني كمان اذا النوع بيلعب دور ايضا. طبعا. طيب يعني اذا الشخص يعني ما عنده خبره، طبعا ما انه دكتور، يعني هو رايح لمكان، كيف ممكن يتاكد انه هذه التركيبه يعني سليمه او ما ممكن تسبب له اضرار؟ يعني هلا في ناس كثير صار موضوع الوعي موجود عندها زياده، رقم واحد، زائد الشرح اللي راح ياخذ له اياه الدكتور. بيبدا الموضوع من اختيار نوع التركيبه السليم، يعني في انواع تركيبات هلا احنا ما عندنا نستخدمها، يعني خصوصا عندنا بليبرتي ما عندنا نستخدم انواع اللي فيها معدن او الاشياء القديمه، حصريا نستخدم انواع زيركون كراون. هي كثير يعني كثير هيلثي بالنسبه للثه، يعني كثير كومباتبل مع اللثه. طبعا الموضوع بيرجع للديزاين تبع التركيبه نفسه. فالمريض المطلوب منه انه هو الفولو اب مع المريض، يعني مع الطبيب تبعه، يعني اول شيء يفهم شو نوع التركيب اللي عم يتعمل له، يتاكد من انه هي مصنوعه بمكان ممتاز، انه في عندنا جندي مجهول اللي هو المصنع او المخبر المكان اللي عم نعمل فيه التصنيع. ايوه. عرفت كيف؟ طب دكتور، يعني بحاله انه صارت في اعراض وبالتالي التهبت اللثه، العلاج يعني بياخذ فترة زمنية معينة ولا ممكن فترته قصيرة على حسب شو وضعها؟ بالضبط، حسب أي مرحلة احنا اكتشفنا الموضوع. هلا ممكن يكون إذا المشكلة في التركيبة نفسها، في الديزاين تبع التركيبة كلها، نضطر نغير التركيب كله ممكن، بس مجرد شوية إهمال من العناية للمريض، ننصحه بيستخدم معجون أسنان معين، بارادونتكس أو هيك أشياء، بحيث إنه يحل مشكلة الالتهاب الموجود في اللثة، يشيل أعراض الالتهاب البسيطة اللي بدأت مثل النزيف أو شوية الفراغات البسيطة، أو يتطور الموضوع أنه نغير التركيب كامل حسب المرحلة اللي احنا وصلنا فيها وين. أيوة. طب إيش ممكن يعمل المريض عشان يحافظ على التركيبة من الأساس وما تسبب له مشاكل؟ هلأ رقم واحد العناية، يعني طبعا الاسنان اللي عليها تركيب مثل الاسنان الطبيعيه محتاجه نفس المقدار من العنايه، التنظيف اليومي، يعني اذا كان فرشه اسنان، تنظيف بالخيط، تنظيف فراغات، مضمضه، هذا واحد، زائد الكشف الدوري عند الطبيب، وجود اي عوارض مش مضبوطه، اذا حس انه في ريحه مش من المكان حوالين التركيبه. أيوه. تجمع للاكل، نزيف، ورم، كل هاي الاشياء لازم يروح للطبيب على طول، ما يستنى يقول طب بعد شوي بتروح او هيك يعني. طب خلال فتره العلاج اذا كان الوضع متطور، بهيك حالة يستغني أو يطلب الطبيب من المريض أن يستغني عن التركيب لحيث أو لريثما يعني تشفى اللثة، ولا لا ممكن علاجها والتركيبات موجودة؟ كمان حسب المشكلة، يعني في حالات نضطر أنه نشيل التركيبة، نترك المريض نترك اللثة بتركيب مؤقت يكون يعني يساعد المنطقة اللي فيها المشكلة. أيوة. أنه تخف، بعدين نرجع تركيب دائم. ممكن تكون مجرد ما شلنا التركيبة خلص راحت المشكلة، نعوض بتركيب مباشر.
فهي كمان بتعتمد على اي مرحله من مراحل المشكله احنا تدخلنا في الموضوع. أيوه. طب واللي عنده من الاساس عنده مشاكل في اللثه ايش العمل معه؟ هل لو مثلا بده خصوصا مثلا بده يجي يعمل تركيبه لسبب جمالي ايش بتتعاملوا معه؟ هلا التركيبات الجماليه الموجوده الجديد كثير مثل يعني مين للزيركون اكثر شيء مستخدم في تركيبات أيوه. التجميل، هاي من اكثر المواد اللي يعني اشتغلوا عليها حتى تكون كومباتيبل مع اضعف انواع اللثه حتى. ايوه. بس في نفس الوقت لازم يعني احنا الموضوع تيم وورك، لازم يكون في اخصائي اللثه اللي يشوف المشكله الاساسيه، اذا كانت موضوع ممكن يكون عارض لمرض مثلا سكري او ضغط او هي اشياء مجرد انه نعمل كنترول عليها هذا بيساعدنا، ممكن يكون مرض وراثي في اللثه مثلا ممكن نتغلب عليه عن طريق دواء معين او شيء بعدين هذا بيساعد الموضوع. فهي معادله لازم كل الاطراف تكون فيها صحيحه. ايوه. طب دكتور يعني اذا شخص مركب نفترض مثلا 6 أسنان فقط وصار في التهاب، هل بالضروره انه الالتهاب يكون في الموقع اللي موجود فيه التركيبه ولا ممكن لا في منطقه اخرى من مناطق اللثه مش موجوده عليها التركيبه؟ انا طبعا اذا كانت التركيبات هي مش سبب المشكله، ممكن يكون سبب المشكله سن سليم، في مشكله في اللثه حواليه بسبب مثلا حشوه قديمه محتاجه تغيير، تسويس، عمل فراغ صار. لا انا كان يعني قصدي من السؤال انه اذا كان المشكله من التركيبه فما راح تسبب مشكله في بتسبب مشكله يعني. موضوع لوكلايز في مكان تبعها ما راح تسبب مشكله في مكان ثاني. أيوه. الا اذا كان يعني موضوع كثير كومبليكيتد يعني. أيوه. صعب كثير. طب هل في تركيبه معينه او نوعيه يعني نوعيه معينه من التركيبات اللي بتنصحوا فيها ولا انتم بتستخدموا كذا نوعيه وحسب حاله المريض؟ هلا من اكثر الانواع المنتشره لانه احدثها هي الزيركون كراونز. كثير اشتغلوا عليها يعني فصارت كثير متطوله لاب يعني من ناحيه انه هي متماشى مع اللثه ما بتعمل مشاكل معها. أيوه. وفي نفس الوقت تجميليا. طيب دكتور احنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا اليوم الدكتور نبيل الصمادي اخصائي التركيبات في عياده ليبرتي لطب الاسنان. شكرا.